أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في موقع الحرة: الكاظمي يطلب مساعدة عربية دولية لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة. ونطالع في المدى: حسابات العراق في تموز تنذر بخطر كبير، الدولة عاجزة تماما عن إيجاد بديل للنفط. جاء في الزمان: الكتل السياسية توقع مدونة للسلوك الانتخابي، إدانة الانحرافات وتعهد بالنزاهة. نقرأ في العرب الجديد: العراق 20 أول المقبل موعدا لبدء انسحاب القوات الأمريكية. ونتصفح في الخليج الإماراتي: الحكومة اللبنانية تستعد لنيل ثقة البرلمان بعد إقرار البيان الوزاري. جاء في العرب اللندنية: الخارجية الأمريكية: الحوثيون وصلوا إلى طريق مسدود. ونطالع في الشرق الأوسط: إيران تعترف بإزالة كاميرات مراقبة ينص عليها الاتفاق النووي. أهلا بكم. عن مؤتمر إعادة الأموال المنهوبة الذي أقامته حكومة الكاظمي في بغداد، كتب فاتح عبد السلام مقالا في صحيفة الزمان، قال فيه أنه من دون شك أن هناك ربطا بين كون العراق يحتل الصدارة في سلم الفساد وبين إقامة مؤتمر دولي لاسترداد الأموال من الفاسدين في الخارج، وتوجيه رسالة ممهورة بتوقيع الجامعة العربية وممثلي بعض المنظمات الدولية للمطالبة بتحصيل تلك الأموال المليارية المهربة. ما يجري يحمل العنوان الأكثر جذباً وجمالاً وأهمية، إلا أن الأموال المسروقة لا يمكن استردادها عبر مؤتمرات مفتوحة تشبه ورشات العمل البحثية التي تتوافر على عرض المزيد من الأسس النظرية والمفاهيم والمصطلحات، ليتم صياغتها في اليوم الأخير من المؤتمر في قالب توصيات يتوهم القائمون على المؤتمر أنها ستكون رسالة ذات صدى في نفوس من له علاقة بأموال العراق المنهوبة أو غيره من البلدان. هناك مسارات واضحة ومعلومة في العراق من الممكن أن تفعل حكومياً وقضائياً وخارجياً لتتبع الأموال المنهوبة، لا سيما أن اللصوص معروفون بالاسم والصفات والعناوين، ومنهم من لا يزال يتحرك بيننا ضاحكاً غير آبه بهذا العبث الذي تزاوله جهات رسمية بإطلاق مؤتمر دولي له في منابر يبح الصوت عبر مكبرات الصوت فيها من دون أن يعود دينار واحد إلى خزينة الدولة. ولأن الفساد لا يزال يحافظ على أركان منظومته في البلد، فلا معنى من إعادة أموال منهوبة ليقوم آخرون بنهبها ما دامت الإجراءات تمر بهذه المضائق الروتينية الضبابية والغامضة، والتي يبدو أنها تتعمد سلوك الطرق غير المباشرة والملتوية للوصول إلى لص ثانوي ربما لم يبقى الكثير من المسروقات في جيبه، في حين أن الديناصورات الكبيرة تنهش بلحم الشعب. يرى الكاتب أن الكلام يجب أن يكون مباشراً تماماً مع عواصم محددة وبالأدلة والأحكام القضائية التي تدين أسماء معينة وتطالب العالم برمته بإرجاع أموال بحوزتهم إلى بغداد فوراً. هذا يتطلب طبعاً عدم الرذوخ لمنطق عدم المساس بالتوافقات والتوازنات السياسية، فما يجري هو إطلاق رصاصات صوتية مبعثرة للتخويف وليست ذات تسديد قاتل نحو صدر الفساد. نقرأ في صحيفة الدستور العراقية: يرى باسم الشيخ أن إعادة الأموال المنهوبة لا تحتاج إلى مؤتمرات دولية وجهة نظر، وإنما تحتاج إلى حكومات لا تنظر بعين واحدة وتغمض العين الأخرى، وإلى طبقة سياسية غير متورطة بالنهب بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأصحاب اختصاص لا يسوقون أكاذيب ومعلومات مغلوطة للرأي العام بهدف تضليله والتغطية على الحقائق وخدمة للحيتان الكبار. إعادة الأموال المنهوبة ليست عملية بوليسية لتقصي المنافذ التي هربت منها أو الدول التي استقرت فيها،
لأن ذلك يصبح ضحكاً على ذقن الشعب إذا لم نصل للناهبين الحقيقيين الذين يصورهم من يطلقون هذه الفرية على أنهم أشباح لا يمكن كشفهم في الوقت الذي يعيشون بيننا ونراهم يومياً ويحتلون أعلى وأهم المناصب في مؤسسات الدولة، وقد نضطر في أحيان كثيرة للاستماع إليهم وهم يتقيؤون من على شاشات الفضائيات شعارات نزاهة الفضفاضة وزبد القيم والأخلاق ودروس العفة من دون أن يجرؤ أحد على البصق بوجوههم الكالحة أو أن تقول لهم الحكومة وأجهزتها على عينك حاجب يا ناهب. من يريد استرداد أمواله المنهوبة بصدق نية عليه أن يبدأ بالأقربين ممن حوله، لأن يذر رماد الرياء بمؤتمرات لا أثر لها، لأنها تبقى حبراً على ورق التسويف والتجاهل، ولا يجعل على طاولة مؤتمراته ممن ذمته مقدوحة ونزاهته حملة الشبهات ليصدره عنواناً لمحاربة الفساد ويقدمه حريصاً على مال العراقيين وثرواته، وهو في حقيقته أحد كبار الناهبين يشترك معه المنظم والمنسق والداعم وصاحب الدعوة. الكاتب يضيف أن العراقيين لا يرتضون إطلاقاً أن تسوق إليهم الأكاذيب وتعطى لهم أرقام مزيفة للتغطية على منافذ السرقة الحقيقية التي تتستر خلفها مافيات الفساد السياسية التي تمتص وتعتاش على قطاعات الدولة بطرق غير شرعية لا تمتلك الإرادة السياسية صدقية في معالجتها أو محاربتها، مثلما لا يقبلون عقد مؤتمرات لشرعنة الفساد وإفلات الفاسدين من العقاب، لأن أموال العراقيين وثرواتهم ليست محل صفقات وتسويحات. لا يختلف اثنان من العراقيين إذا استثنينا حفنة رجال الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة ومريديهم في إدراك أن لا شيء جذرياً سوف يتغير بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وأن الحالة سوف يبقى كما هو عليه الآن. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد إننا لم نلمس ما يشكل خيط أمل في أن يفكر أحد من رجال الطبقة الحاكمة من العمل على تغيير الحال الذي يعاني منه مواطنوهم أو أن يسعى إلى إيقاد شمعة في آخر النفق المظلم الطويل. إنه لأمر محبط أن نرى هذا الازدراء اللامتناهي من رجال الحكم للإرادة الشعبية التي طالبت بالتغيير الجذري والشامل الذي ينقذ البلاد ويستعيد الوطن الذي اغتصبه الأفاقون واللصوص وسندة الأجنبي، وأن يلتف هؤلاء حول مطلب الانتخابات المبكرة ليفرغوه من معناه ويحولوه إلى سلاح بأيديهم. وفي مقابل ذلك وجدنا إصراراً على إدامة الحال والسعي إلى إعادة إنتاج العملية السياسية الطائفية التي شرعنها الأمريكيون واستثمرها الإيرانيون في فرض هيمنتهم، وسمعنا مزاعم متحدية أنه إذا كان هناك من يريد إسماع صوته وعرض مطالبه فعليه أن يشارك وأن يعطي صوته لمن يشاء مساهماً في إرساء لبنة فيما يسمونه البناء الديمقراطي الذي هو غير موجود أصلاً. وهذا نموذج لتبريرات واهية وخدع مضللة غرضها تكريس الوضع الحالي وإعادة إنتاجه مع بعض اللمسات والأصباغ التي تضمن إضفاء صدقية كاذبة قد تملأ عيون بعض من يراقب من معنيين إقليميين ودوليين وحتى من مواطنين بسطاء. والمثال القريب عن خداع معنيين دوليين جينين بلاسهارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق والتي لعبت دوراً هجيناً عندما أعطت دعمها العملية الانتخابية اعتماداً على وعود زائفة لمسؤولين، مع أنها كانت تحدثت أكثر من مرة عن اشتراطات ينبغي أن تتوفر لجعل العملية إياها نزيهة وشفافة وعادلة. الكاتب يختتم بالقول إن المبعوثة الأممية جينين بلاسهارت تعرف جيداً، وهذا من واجبها، أن الحد الأدنى من النزاهة والشفافية والعدالة لم يتوفر ولن يتوفر ما دام القابضون على السلطة فيهم الخصام وهم الخصم والحكم. هكذا يكتمل بناء السيناريو الذي سوف يبقينا في قعر الهاوية سنوات أربع أخرى.
بدأت الأحزاب الشيعية في العراق بعد أن تسلمت السلطة في بغداد بشكل رخيص ومبتذل من قبل المحتل الأمريكي عام 2003 تنفخ هواء فاسدا في قربة مقطوعة وتسطر بطولات لجيش المجاهدين ضد نظام صدام باعتباره نظاما بعثيا كافرا. ماجد السامرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية إنه لم يعد أي مواطن عراقي يستمع إلى اسطوانة استبداد النظام السابق وديكتاتوريته بعد أكثر من 18 عاما على حكم الطبقة السياسية الفاسدة مهما تفننت في تجديد نغماتها. اليوم لم تعد فكرة تقديم الاعتذارات الإعلامية فعالة في تسويق الوهم لانتخابات 2021 من قبل أكثر المتشددين السياسيين الشيعة الذين حكموا البلاد منذ عام 2006. أطروحة الاعتذارات التي أعلنها مثلاً كل من نور المالكي وهادي العامري سابقاً تحولت اليوم مقولة ما ننطيها، أي لا نعطي السلطة التي أطلقها المالكي، إلى نشاطه من أجل العودة إلى ولاية ثالثة، عبارة شبيهة أطلقها العامري أخيراً في ملتقى الرافدين: هذه دولتنا نحن نبنيها ولا أحد يسابقنا في ذلك. يقال إنه يسعى أيضاً لرئاسة الحكومة. الفقرة الفنية المتعلقة بالفعالية الانتخابية هي عدم وجود مشروع انتخابي سياسي يمكن أن تقدمه الأحزاب الشيعية لتكسب من خلاله جمهور الصندوق الانتخابي في 10 أكتوبر المقبل. لم تعد شعارات الإصلاح مقنعة، لأن قادة هذه الأحزاب وبعضهم تولى السلطة التنفيذية يتحملون مسؤولية رئيسة في تعاظم الفساد. الآن تسير الخطوات العملية التنفيذية لمبدأ تدوير السلطة بأشكال جديدة عنوانها وصول الحشد الولائي إلى السلطة البرلمانية، وقد يتخطون من خلال ذلك القيادات التقليدية، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء رديف للحرس الثوري الإيراني في العراق. يشير الكاتب إلى أن الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد أصبحت شعارات مستهلكة عند هذه الأحزاب، قد يطلقها أنصار مقتدى الصدر فقط خلال هذه الأيام، لكن واقع الحال يقول إن تقاسم السلطة بين الأحزاب والميليشيات مجدداً قد أنجز، أما الشغل الشاغل على منصب رئيس الوزراء فما زال تحت دائرة الاختيار المتفرد الإيراني كما يصفه الكاتب بدعم أمريكي. وزيارة الكاظمي لطهران تقع في خانة التسويق لنفسه أمام أولياء الأمر بالمزيد من التنازلات. بينما يقول السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر إن محاولات إيران ملء الفراغ في العراق معادية لواشنطن، تتحدث الولايات المتحدة عن عزمها شن حملة عسكرية تستهدف ما أسموه الإرهاب وداعش في العراق مع نهاية العام الجاري. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن تصريحات السفير الأمريكي الذي يصف فيها تدخل إيران ونفوذها في العراق بالمعادي والمضر جدا لا يمكن أن تكون مندرجة إلا في سياق تطورات يشهدها ميدان التنافس المصلحي بين الطرفين. يصرح السفير الأمريكي بذلك وهو يفترض السذاجة عند متابعيه أو من يطلع على تصريحاته، فهو حين يريد الحديث عن نفوذ إيران لا يستطيع أن يكون خارج إطار التنظير أو السياقات السياسية والدبلوماسية التي يحسب أن لهجته فيها توحي بوجود عداء صريح بين الولايات المتحدة وإيران، دون أن يعي أن سياسة التخادم بينهما مكشوفة حتى عند مبتدئي الرصد والمتابعة والتحليل. وحين يريد الحديث عما يصفه بالإرهاب فإنه لا يتوانى عن ذكر التفاصيل والتصريح باستخدام القوة على الأرض وتفعيل الحراك الميداني بشقيه الجوي والبري الذي يذهب المدنيون ضحيته في أعمه الغالب. أما حين يكون الأمر متعلقاً بالميليشيات فإن للسفير حسابات أخرى تقيدها الحدود وتحدها المصالح، فلا يخرج منه وممن سواه من المسؤولين الأمريكيين إلا ظواهر صوتية مبسترة تارة ومنمقة بنمط غير احترافي تارة أخرى لغرض تسويق الوهم وترويجه بما يخدم مصالح الحليفين ويضمن الحفاظ على بقاء النظام السياسي القائم في العراق.
وفي الوقت الذي تتسابق ميليشيات إيران لتعزيز نفوذها الذي ينتقده السفير عن طريق المشاركة في الانتخابات والسعي الحثيث لتكون سطوتها على الحكومة المقبلة أكثر نفاذاً وأشد تأثيراً مما هي عليه اليوم، تحظى هذه الانتخابات بمباركة أمريكية وتأييد ودعم غير محدودين. الكاتب يرى أن هذه التصريحات التي يحسبها كثير ممن ينظر إلى قشور المشهد عدائية أو تنبئ عن مواجهات مرتقبة، هي في الحقيقة دعاية وترويج انتخابي يمنح حضوراً إضافياً لفصائل وميليشيات إيران وأحزابها الطائفية التي تتزاحم في المشهدين السياسي والأمني العراقيين، ويعزز من قوتها كذلك المفترضة بوصفها خصماً للولايات المتحدة له ثقل وتأثير. تحت عنوان الوعد الكاذب لاتفاقية إبراهيم، في هذا المقال قال الباحث جيرمي بريسمان إن السلام لا يزال بعيداً عن الشرق الأوسط بعد عام كامل من توقيع الاتفاقيات، وأشار الكاتب إلى أن الضجة التي رافقت الإعلان عن اتفاقيات التطبيع التي وافقت عليها البحرين والإمارات مع إسرائيل، وأكد الكاتب أن القمم الاقتصادية والتطبيع لن تنهي القضية الفلسطينية. بعض المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قالوا إن الاتفاقيات تعبر عن تغير في المواقف العربية، وإن اندماج إسرائيل في المنطقة لم يعد مشروطاً بحل القضية الفلسطينية. ورغم ما حملته الاتفاقيات من دعوة إسرائيل للامتناع عن عمليات ضم الأراضي الفلسطينية، إلا أن الإمارات وغيرها من المواقعين على التطبيع لم تطالب بتنازلات كبيرة مثل إنهاء الاحتلال أو إنشاء دولة فلسطينية قبل التوقيع، ولكن العنف في أيار مايو الماضي كان بمثابة امتحان كبير حول فصل عمليات التطبيع عن المسألة الفلسطينية. لقد تركت الدبلوماسية في المنطقة الوضع في فلسطين أبعد عن الحل وأكثر مما كان عليه قبل عملية التطبيع. لم ترى حكومات الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أي ضرورة للتستر على اتفاقياتها مع إسرائيل. في مسألة التطبيع لم تحصل هذه الدول على تنازلات من إسرائيل مقابل التطبيع لا تعهد بالتفاوض مع الفلسطينيين ولا التزامات بحقوق الفلسطينيين واستقلالهم ولا شيء لوقف إسرائيل احتلالها. وكل ما وعدت به إسرائيل تجميد مؤقت لعمليات الضم، وواصلت بدعم من إدارة ترامب عملية الضم الفعلي للضفة الغربية. ومن هنا فقد كانت اتفاقية إبراهيم رفضاً لعملية المقايضة التي جسدتها المبادرة العربية، وظلت هذه تراوح في مكانها لأن إسرائيل لم تعبر أبداً عن اهتمام بها. يرى الكاتب ويضيف أن إقامة علاقات طبيعية بين الدول أمر إيجابي، ولكن في حالة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فالتطبيع ليس علاجاً، رغم أن القضية الفلسطينية لم تعد مهمة في المنطقة كما في السابق، ورغم ما حققته إسرائيل من تقدم في علاقاتها مع بعض الدول العربية، إلا أن واقع الاحتلال يظل قضية قوية ومهمة ومصدراً لعدم الاستقرار، وتجاوزه عبر الدبلوماسية الإقليمية لا يعني أنه سيختفي. وبعيداً عن ضجيج السياسة، بدأ 4 سياح أمريكيين رحلة تاريخية في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة سبايس إكس ستدور بهم حول الأرض على مدى 3 أيام في أول رحلة من نوعها في تاريخ البشرية، تقتصر على ركاب عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف. وانطلقت من ولاية فلوريدا الأمريكية سفينة تابعة لشركة سبايس إكس تحمل ملياردياً في مجال التجارة الإلكترونية و3 مواطنين أقل ثراءً اختارهم لمشاركته في أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل. وطافت الكبسولة في سماء فلوريدا على متن صاروخ من صواريخ فالكون 9 التي تنتجها الشركة القابلة لإعادة الاستخدام، وزودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة. هذا وحددت مجلة تايم ثمن التذكرة
لجميع المقاعد الأربعة بمبلغ 200 مليون دولار. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.